شباك؟ ولا شي، نمت مبسوطة بس وعيت مزعوجة شوي. شفتي منام؟ ايه شفت امي الله يرحمها، كانت عم تبكي وزعلانة كتير. يكون عليها دين مو موفيته. شو بعمل؟ اسألي حدا من رفقاتها بيكون بيعرف. مشكلة انه انا ما بحكي مع رفقتها الانتيم، اصلا تركت بيت اهلي كرمالها. ليه؟ تجوزت بي بعد ما ماتت امي بشهرين، كأنه كانوا ناطرينها لتموت. خلينا نغير الحديث. شو ما بدك ضيفنا نسكافيه؟ انا برأيي تحرقي كمان مراحل وتعملي لنا فطور فرد مره. مطبخ هونيك. طيب بس مش مأكده اذا طيبين كتير ولا لا، رح يطلعوا. فكرتيش تروحي له الجامعه؟ طبعا لا يا دكتور، هروح له الجامعه اعمل ايه؟ على الاقل اعرف الثلاث ادويه دول طلبهم ليه؟ على الاقل اعرف اسامي الادويه، مش يمكن ابتدى شغلي مع حد. حاضر يا دكتور هحاول. مفيش حاجه اسمها بحاول يا هبه، انا عايز معلومه مؤكده. يا دكتور ارجوك قدر موقفي، البنت بقت تعاملني على اني صاحبتها وبقيت احس بالذنب كل ما اروح لها البيت اتجسس عليها. امال انت ايه؟ الاحساس بالذنب وتانيب الضمير ده كلام فاضي ومش مسموح بيه اصلا. اوعي لما تبتدي جلسات مع سامي تكوني بتفكري كده، يا اما هخليكي انت اللي تحسي بالذنب انك ما عملتيش شغلك كويس. وباللي انا هعمله فيكي هعمله فيكي وانا بقى ضميري مرتاح، مفهوم؟ حاضر يا دكتور امرك. اهلا يا ميرا. مرحبا دكتوره. ازيك؟ شو منيحه. تفضلي.